مشاهدينا الكرام، متابعينا الأفاضل، نجدد لكم التحية مجددا هنا بانطلاقة شوط الختام. تمت هذه الانطلاقة بعون من الله تعالى وتوفيقه، خاصة هذا الشوط هنا بانطلاقة وتحديات أيضا وإثارة متميزة. شوطنا المنطلق الثاني عشر والأخير والخاص هنا بانطلاقة وتحديات أيضا الحول المهجنات الأصايل بشعارات أبناء القبائل هنا أيضا ومجريات هذه الأحداث المتميزة. أبناء القبائل ما قبل شوط السيف هنا يأتي بهذه الختام هذه الأشواط أيضا مع هذا الشوط، وسوف يكون اللقاء مع أبناء القبائل يوم الأربعاء إن شاء الله الثامن عشر من هذا الشهر في الفترة المسائية هنا. وتابعنا الشوط الماضي مع الوسمية من أتتنا أيضا بأداء جميل وتوقيت مميز جميل في هذه الفترة المسائية. السيد راشد بن سعيد بن السهيل بالدليوي لكتبي تهانينا لسعيد بن السهيل بالدليوي لكتبي على هذا الفوز للوسمية، وشكرا دكتور الأصايل من قدمها أيضا بالأداء الجميل وعودتها الحميدة بعد أيضا وعكتها الصحية. نتابع ونسير مع هذا الشوط، نتابع مجرياته وصدارة هذا الشوط والمقدمة شعار بن درويش وأن يفتتح صدارة هذا الشوط. ولكن أرى المتسللة هنا جلمودة سليم بن مسلم بن غنزول العامري من يتابعها على الصدارة على المقدمة والمركز الأول. المركز الثاني ريمة محمد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري. المركز الثالث هنا تاتينا وسيلة كاسب بن سالم بن كاسب المسافري والحذرة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. أما على المركز الخامس فالمنطلقة هنا الفارعة معضد بن مبارك بن معيوف الوهيبي من يقدمها على المركز الخامس. سادس المراكز الطايف تاتينا هنا لمكتوم بن نواب بن نوح البلوشي من يقدم لنا الطايف. هذه اللحظات الوصول من الهائلة هنا محمد بن أحمد بن هويمل العامري من يأتينا هذا الشعار أيضا المتميز على سابع المراكز. المركز الثامن والمنطلقة طموح محمد بن عتيق بن محمد بن خليفة العميمي من يقدمها هذه الانطلاقات والتحديات. تاسع مراكزنا من الجانب الآخر والمنطلقة في هذه اللحظات والمتسللة همس جابر بن متعب بن حمد بن منخس المري. والمركز العاشر والمنطلقة التزام محمد بن طالب بن محمد بن عقيل المري ما يأتينا على عاشر المراكز. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى وأسامي أيضا خلف المراكز العشرة الأولى نترقبها أيضا خلال مسيرة هذا الشوط. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى المركز الأول، إلى الصدارة. انطلاقات وتحديات هذا الشوط ومن غيرت على جلمودة. جلمودة بدأت تنفرد بالصدارة وبالمركز الأول. سليم بن مسلم بن غنزول العامري على صدارة الشوط وعلى المركز الأول، بينما ريمة محمد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري على ثاني المراكز وعلى المركز الثالث. المركز الثالث والمنطلقة هنا وسيلة كاسب بن سالم بن كاسب المسافري يقدم لنا وسيلة على المركز الثالث والمركز الرابع. المركز الرابع الفارعة هناك معبد بن مبارك بن معيوف الوهيبي يقدمها، ولكن بن هويمل يقدم لنا الهائلة محمد بن أحمد بن هويمل العامري والحذرة منطلقة على سادس المراكز بهذه اللحظات. خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يقدمها أبو مانع عاشق السلالة الشاهينية. سابع مراكزنا القادمة في هذه اللحظات الطايف مكتوم بن نواب بن نوح بن أحمد البلوشي منطلقة بهذه الانطلاق وبهذا الأداء الجميل والتحديات.
المركز الثامن، المركز الثامن هنا الوصول على ثامن المراكز في هذه اللحظات والقادمة هنا. والمتسللة همس جابر بن متعب بن حمد المنخس المري، وهنا تأتي طموح محمد بن عتيق بن محمد بن خليفة العميمي قادمة أيضا في هذه اللحظات. وعاشر المراكز هنا التزام محمد بن طالب بن محمد بن عقيل نابت المري منطلقة على المركز العاشر، وأسامي بنت أيضا قادمة 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 للانضمام إلى ركب المقدمة. ها هي الأسماء. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. وجلمودة لا زالت مسيطرة على زمام الأمور وعلى الصدارة. جلمودة منطلقة هنا بالصدارة والمقدمة بعد الأربعة كيلومترات وانطلاقتها وتحدياتها. جلمودة سليم بن مسلم بن غنزول العامري على المركز الأول وعلى الصدارة منطلقة بمقدمة هذا الشوط وبالمركز الأول، بينما المركز الثاني الهائلة من تأتي لمحمد بن أحمد بن هويمل العامري على ثاني المراكز. وعلى المركز الثالث ريمة تأتي ثالثا محمد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري من تنطلق على المركز الثالث. والمركز الرابع، المركز الرابع الفارعة معضد بن مبارك بن معيوف لوهيبي من يقدم الفارعة على المركز الرابع. المركز الخامس الحذرة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. هنا وسيلة، وسيلة المنطلقة على سادس المراكز كاسب بن سالم بن كاسب بن مسافري، هنا تأتينا بوسيلة على المركز إذن السادس. والمركز السابع، المركز السابع طموح هنا لمحمد بن عتيق بن محمد بن خليفة العميمي من يقدم لنا طموح في هذه اللحظات. ثامن المراكز همس جابر بن متعب بن حمد لمنخس المري، هنا الوصول بأول نداء. وصلت أغادير مبارك بن سلطان بن مبارك الرفيسه الاكتبي من يقدم لنا هنا أغادير بهذه اللحظات في أول نداء لأغادير. الوصول كذلك هنا من سيادة أحمد بن محمد بن قحيد المهيري من يقدمها بأول نداء. بن زيتونة يتدقل مع هوايل محمد بن عتيق بن زيتونة المهيري. الله الله، بدت الأسماء بالظهور والتحدي والسلوم. لعود مشاهدينا الكرام إلى صدارة هذا الشوط، إلى المقدمة وإلى جلمودة على الصدارة. جلمودة على المقدمة وعلى المركز الأول. سليم بن مسلم بن غنزول العامري هي المقدمة على مقدمة الشوط وعلى رأس الحربة، مسيطرة على زمام الأمور وعلى الصدارة. المركز الثاني، المركز الثاني الهائلة محمد بن أحمد بن هويمل العامري من يأتينا على المركز الثاني. هنا المركز الثالث الفارعة هنا بانطلاقة معضد بن مبارك بن معيوف، هنا أيضا الوهيبي من يقدمها على المركز الثالث. والمركز الرابع الحذرة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي هي القادمة هنا مع عاشق سلالة الشاهينية. خامس المراكز، وصلت هوايل محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يقدم لنا هوايل هنا أيضا. والمتسللة من مركز إلى مركز أعينها على المقدمة وعلى المراكز الأولى، وصلت كذلك هنا في هذه اللحظات سيادة أحمد بن محمد بن قحيد المهيري من يقدمه. الله الله الله، وصلت التماس، وصلت التماس. قلنا أسامي خلف المراكز العشرة الأولى، وصلت التماس هنا. سلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان من يقدم لنا أيضا التماس. وصلت وغيرت من مركز إلى مركز في هذه اللحظات. همس جابر بن متعب بن حمد بن ملخص هنا القادمة في هذه اللحظات. الله الله، نعود هنا
تهدينا الكروم والقادمة القادمة شنذارة سالم بن محمد بن ذويب العامري أيضا قادم، وكذلك هنا التزام محمد بن طالب بن محمد بن عديل أيضا قادمة. يا سلام، هذه هي الأسماء. ولكن نعود إلى الهائلة على الصدارة، الهائلة على المقدمة وعلى المركز الأول محمد بن أحمد بن هويمل العامري. من يقدم لنا الهائلة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة الشوط؟ المركز الثاني هوايل محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، المركز الثالث التماس سلطان بن محمد بن سلطان بن مرهان، وهي قادمة على المركز إذا الثالث. بينما المركز الرابع والقادمة في هذه اللحظات هنا القادمة سيادة أحمد بن محمد بن بحيد المهيري، وهناك شنذارة شنذارة سالم بن محمد بن ذويب العمري، والقادمة القادمة القادمة في هذه اللحظات شهب حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي. قدم لنا شهب كذلك، ولكن الصدارة والمقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا الهائلة 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 على الصدارة، الهائلة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط الهائلة. هنا محمد بن أحمد بن هويمل العامري منطلقة بالصدارة، منطلقة بالمقدمة، بينما هوايل القادمة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. هوايل هوايل هنا والهائلة، هوايل والهائلة، هوايل تتسلل إلى الصدارة إلى المقدمة إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هوايل هوايل محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. من يقدم هوايل على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول؟ سلام منازف سلام على هذا الأداء المميز الجميل الذي تقدمه هنا أيضا هوايل بالفوز وبالناموس. تهانينا تهانينا لأبو سعيد محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثاني وصلت الهائلة لمحمد بن أحمد بن هويمل العامري. المركز الثالث وصلت مشاهدينا الكرام هنا ايضا سيادة احمد محمد بن حيد المهيري. المركز الرابع مشاهدينا الكرام، من وصلت مشاهدينا الكرام؟ شهب هنا لحمد بن راهد بن حمد بن ردي يكتبي. التماس المركز الخامس هنا لسلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان، من حلت على المركز الخامس. ونعود مشاهدينا الكرام الى ايضا التوقيت الزمني، والتوقيت الزمني الافضل في امسية هذه الليلة. هنا ايضا من سجلت هذا الانطلاق والتحدي الجميل هنا مع التماس بتوقيتها الزمني هنا 12 دقيقة 27 ثانية، سبعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، هذا التوقيت المميز في هذا الختام المميز. بينما المركز الثاني وصلت هنا الهائلة، حلت المركز الثاني ب 12 دقيقة 31 ثانية، خمسة من الأجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن أحمد بن هويمل العامري، وعلى المركز الثالث سيادة لأحمد بن محمد بن قحيد المهيري. أتتنا على المركز الثالث قاطعة المسافة ب 12 دقيقة وتوقيتها الزمني ولحظة وصولها إلى خط النهاية، معلنها الفوز والناموس بثالث المراكز 39 ثانية، خمسة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا لجميع الفائزين.